السلام عليكم غزاله ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الزيت سحري غزاله البنات، خطير بمعنى الكلمه، زيت لا يقدر بثمن، عنده بزاف ديال الاستعمالات، ماشي غير استعمال واحد. كنستعملوه للشعر وكنستعملوه للوجه ديالنا وكنستعملوه لترطيب اليدين، راه فعال البنات. هذا الزيت هذا ضروري، ما خصوش يخطا اي وحده فيكم. وكيف كتشوفوا معايا راه دائما كنجيب لكم غير الوصفات اللي سهله واقتصاديه باش جميع البنات يستافدوا من هذا الوصفات هذه، ما فيهاش شي مكونات اللي هي غاليه. دائما كنشارك معكم حويجات بساطين واللي متوفرين وعلى قد الجيب ديال كاع البنات. بالنسبه لهذا الزيت هذا البنات راه كيعالج لنا التجاعيد وكيرطب لنا البشره وكيصفيها وكيوحد اللون ديالها وكيعطيها واحد الاشراقه رائعه وكيطول لنا الشعر وكيقويه وكيملا الفراغات وكيوقف التساقط. مجرد ما كتستعملوه الاسبوع الاول فكيحبس لكم التساقط ديال الشعر. طولت عليكم بزاف المقدمه، قبل ما ندوز الوصفه خليو واحد لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده فضلا وليس امرا، وخليكم مع الفيديو للاخير ما تدوزو حتى شي لقطه حيت كيكونوا النصائح في الفيديو كامل ماشي غير الوصفه، ضروري خصكم تتبعوا الطريقه ديال الاستعمال ديالها باش ننجح معكم جميع الوصفات البنات. خليكم مع الطريقه ديال الوصفه ديالنا. على بركه الله كيف كتشوفوا معايا عندنا مكون واحد اللي هو سحري في هذه الخلطه هذه او هذه الوصفه هذه اللي ما يمكنناش نعوضوه بشي مكون اخر. كيف كتشوفوا معايا خديت هنا واحد طيف ديال نبته الالويفيرا كيف كتشوفوا معايا ودرتها في هذا الكلينكس، هذا ضروري نديروها فيه نلويوها هكا في الكلينكس حتى كتحيد لينا هذه الماده اللي كتكون هكا صفراء كتكون سامه، ما خصناش نستعملوا الالويفيرا وهي فيها هذه الماده. كنخليوها واحد ساعه تقريبا كيف كتشوفوا معايا صافي. وغادي نبداو الطريقه ديالنا، طريقه سهله مهله، وكتحصلوا على واحد الزيت اللي عنده بزاف ديال الاستعمالات اقتصادي. صافي كنحيد لي هذاك الجوانب اللي فيها الشوك بهذه الطريقه هذه صافي. وغادي نحاول نقطعها هكا طريفات كيف غادي تشوفوا معايا. شوفوا تبارك الله فيها بزاف داك الجيل ديالها، غير هذا الجيل ديالها بوحدو راه كافي نديروه للبشره ديالنا، راه كيرطبها وكيحيد التجاعيد وكيبيض لينا البشره وكيوحد اللون ديالها. صافي كيف كتشوفوا غادي نقطعها بهذا الشكل هذا. كتبوا هاد الوصفات اللي كنشارك معكم راه في المتناول ديال الجميع. صافي كنشارك معكم غير الوصفات المجربه. صافي نقطعتها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. صافي كيكون هذا هو الشكل ديال الالويفيرا من بعد ما قطعتها. صافي في هذه المرحله بغيتو تقطعوها هكا وتضربوها في الخلاط الكهربائي غير واحد شويه باش تطلق لينا داك الجيل ديالها. ولا ما بغيتوش غادي نوريكم الطريقه اللي غادي ديروا. بالنسبه ليا غادي ناخذ غير واحد الكاس وغادي نضغط عليها بحال هكا حتى تخرج داك الجيل ديالها كيف كتشوفوا. ولا عندكم المهراس حتى هو ديروها فيه ودقوها واحد شويه غير تطلق داك الجيل ديالها. غادي نشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش غادي يولي. بامكانكم تستغناو على هذه المرحله ولا توفر عندكم المهراس ديروها فيه كان افضل. غير بشويه على الكاس باش ما يتهرش ليكمش في الكريمه ديالكم، غير بشويه ضربات خفيفه كيف كتشوفوا راه غادي تطلق بسهوله داك الجيل ديالها. صافي غير شويه ما غاديش نخليوها تطلق الجيل كامل، غير شويه وغادي نحبسو. صافي كيف كتشوفوا راه طلقات الجيل ديالها، غير هذا الجيل البنات راه كافي بوحدو. تشدوا هذا الجيل هذا بوحدو ودهنوا به هكا البشره ديالكم راه كيرطب وكيحيد التجاعيد كيف كتشوفوا، غير بوحدو راه كافي. وعندنا بزاف ديال الوصفات اللي كنستعملوا فيهم هذا الجيل ديال الالويفيرا للبشره وللشعر. صافي هذا راه مرطب فعال، نديروه غير من ورا الماسكات او الوصفات اللي كيكون فيها التقشير نرطبوه غير بهذا الجيل هذا كيف كتشوفوا راه فعال بزاف في الوصفات ديال. صافي كان هذا هو الشكل ديالها من بعد ما غير ضغطت عليها غير شويه بالكاس. صافي هذا هو الشكل ديالها، ندوزو باش نكملوا الوصفه ديالنا. الوصفه كيف شفتوا معايا راها فيها مكونين فقط، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، اقتصاديه وسهله مهله غير الا ما بغيتيش اختي تجربيها. صافي كيف كتشوفوا معايا عندي هنا واحد القرعه اللي معقمه وناشفه ما فيها ولا قطره ديال الماء. صافي كيف كتشوفوا غادي ندير هذا الصبار ديالي في هذه القريعه كيف كتشوفوا،
صافي. وبالنسبه للمكون اللي غادي نضيف ليها كذلك راه مكون اساسي وسحري ومعروف على انه كيحيد لنا التجاعيد وكيحيد لنا النمش والكلف من البشره. بطبيعه الحال البنات مع المداومه هذه الوصفه طبيعيه، الا ما داومتيش عليها ودرتي هذه المره راه ما غادي تجيب معك نتيجه. ضروري انك تداومي على الوصفات اللي كنشارك معكم واللي كيشاركوا معكم البنات كاملين، راهم فعالين وعلى الاقل انهم طبيعيين، الا ما نفعوك ما غاديش يضروك نهائيا. والمكونات اللي هي طبيعيه كيف شفتوا معايا صافي. غادي نزيد ليها المكون الثاني اللي هو زيت الزيتون، راه كيحارب لينا التجاعيد وكيقلل لنا من النمش والكلف كيف سبق لي هاد ليكم، وكيوحد لنا لون البشره وكيعطينا اشراقه رائعه للبشره ديالنا. زيت الزيتون غني بالمنافع ديالو على البشره. بلا ما نطول لكم اكثر، راه كلشي كيعرف المنافع اللي كاينه في زيت الزيتون صافي. بالنسبه للكميه ديال زيت الزيتون ضروري اننا يتغطى لنا الصبار ديالنا او جيل الالويفيرا، يتغطى بزيت الزيتون كيف كتشوفوا، ما تبقاش لنا الالويفيرا فوق زيت الزيتون، يعني يكون الزيت حدو هنا والالويفيرا فوق منه، ضروري يكون الزيت هو اللي الفوق كيف كتشوفوا باش تعطينا الوصفه الفعاليه ديالها صافي. غادي نخلط هاد المكونين مع بعضهم هاد الوصفه البنات، راها خطيره وفعاله اكيد الا جربتوها غادي تحارب لكم التجاعيد وغادي تعالج لكم جميع مشاكل البشره والشعر في نفس الوقت. هذه راها وصفه زوينه وغادي تربي عصفورين بحجره واحده، بجوج ديال المكونات فقط غادي تعالجي مشاكل البشره ومشاكل الشعر. غير جربيها اختي وما عندكش مناش تخافي، راها مكونات راه كيف شفتوا معايا راها الا ما نفعتكش ما غاديش تضرك، وهي اكيد غادي تنفعك باذن الله. غير تبعي الوصفه كما هي وما تبخليش على راسك بهذه الوصفات الطبيعيه، راها كتكون فعاله. ودائما البنات كيف كنقولها ونعاودها راه كنشارك معكم غير الوصفات الطبيعيه واللي بمكونات اقتصاديه باش جميع النساء يجربوها وتهلاو في ريوسهم بمكونات اللي متواجده عندهم في البيت ما يحتاجوش يشريو شي حاجه. كيف شفتوا معايا راه المكونين اللي درت راهم متوفرين في جميع البيوت غير الالويفيرا، واخا تاخذوها وتزرعوها في الجريده ديالكم راها فعاله وعندها بزاف ديال المنافع على الصحه ديالنا وعلى البشره وعلى الشعر. بالنسبه لطريقه الاستعمال ما غاديش نستعملوا الوصفه ديالنا مباشره، غادي نخليوها في واحد البلاكار، ومن الافضل الا درتو ليها البابي الومنيوم غلفتوها به باش ما يدخلش ليها الضوء باش ما يخترقش لينا الضوء الزيت ويخسر لينا الوصفه صافي. ديروها في بابي الومنيوم ولا يمكن لكم ديروها غير هكا بلا بابي الومنيوم، مهم في شي بلاكار وتكون ما كيوصلش ليها الضوء صافي. وغادي تخليها واحد 20 يوم البنات عاد غادي تستعملي الوصفه، 20 يوم عاد كتكون هذه الوصفه جاهزه للاستعمال. راها وصفه البنات خطيره، غير جربوها. كنخمروا هذا الزيت لمده 20 يوم ومن بعد كنبداو ندهنوا به الشعر ديالنا لمده ساعتين قبل ما نكونوا باغيين ندوشوا اولا نمشيو للحمام، وكندهنوا به البشره ديالنا في المساء وكنغسلوا وجهنا عادي في الصباح. تبعوا هذه الوصفه البنات راها غادي تعطيكم نتائج زوينه. راه كنا كنعرفوا المنافع ديال الالويفيرا وكنعرفوا المنافع ديال زيت الزيتون على البشره وعلى الشعر ديالنا، راهم غنيين عن التعريف بلا ما نبقى ندخل لكم في الفوائد ديالها. غير شوفوا المكونات وغادي تعرفوا مدى فعاليه الوصفه. بلا ما نطول عليكم اكثر في الفيديو، الى عجبكم الفيديو اكيد غادي يكون عجبكم حيتاش وصفه فيها جوج ديال الوصفات وعده استعمالات. انا كنجيب لكم غير الوصفات اللي غادي تنفعكم واللي في المتناول ديالكم. ذوقكم البنات ما تبخلوش عليا بواحد لايك للفيديو والبارطاج، البنات راه القناه ديالي باقا محتاجه للدعم ديالكم ومحتاجه لكم الوقفه ديالكم معايا. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو فيديوهات وادخلوا ضربوا دويره في القناه، راه فيها بزاف ديال الوصفات اللي اكيد غادي يعجبكم ان شاء الله. ما تبخلوش على اختكم بالبارطاج ديال الفيديوهات، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. كنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ووصفه قادمه باذن الله.